الزمير تامر صقر والزميل والكابتن خالد بيومي على هذه الإشادة برامي ربيع، لكن بالفعل يمكن انتوا قدمتوا الإشادة لأن أنا كنت لسه عايز أقدمه نفس التقديمة. واحد من اللعيبة بالفعل اللي يعني هنقول سطع نجمهم في بطولة كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، والنهارده بيثبت أقدامه زي ما ثبتها مع المنتخب الأولمبي بيثبتها مع منتخب مصر الأول في مركز أعتقد إن هو مش عايز أقول مركز جديد، مركز لعبه كتير. رامي ربيع برحب بيك من خلال الرياضه الليله وتلفزيون الحياه، واشاده كبيره من الكابتن تامر صقر والكابتن خالد بيومي بيك، وانت تستاهل يا رامي، لكن مش عايزينك تتغر بدري بدري. طبعا يا كابتن مهيب انت عارف، والله انت كنت معانا برضو في اليابان، كانت والله ما فيش غرور ابدا، ده بالعكس الحاجه دي تديني حافز ان انا العب اكتر من الاول. احنا بنحفزك عشان ما تفهمهاش غلط، احنا بنحفزك حبيبي. بدايه سلم يعني لسه قاعد على سلمه مكسوره، لسه ممكن تتكسر وتقع بيا، فربنا يستر ان شاء الله الواحد يكمل واكتر من كده ان شاء الله. لسه عايز ادي البلد كتير واكمل برضو حاجات. انا حظي في المنتخبات زي ما انت عارف وحش جدا، يعني من اولمبياد لكاس عالم ما حضرتهاش مع الشباب، ان شاء الله اعوضها مع الكبير ان شاء الله باذن الله، وهتبقى خطوه حلوه ليا وان شاء الله احاول امسك في الفرصه زي ما انت قلت بجد. هي فرصه لان انت عارف يعني معظم لعيبه الاهلي كانوا هم الاجهز ان هم يبداوا لقاء زي لقاء قطر، لان انتوا لسه جايين من اليابان. شايف ان انت برادلي او باب برادلي قال لك ايه بعد المباراه، وانت شايف نفسك ايه في المركز ده جنب وائل جمعه اللي دايما انت بتقطع فيه وهتخلص عليه وبتقول له يا وحش؟ لا لا كابتن وائل، والله يعني الواحد بيستفيد منه، حتى والله بتعلم منه ان انا بكتر ما بغير مراكزي بلعب ديفندر مثلا، بلعب باك رايت، بلعب مساك، فيعني الواحد لازم يبقى جنب واحد صخره زي كابتن وائل. والله بصراحه انا عايز اقول لك كابتن تامر وكابتن خالد سر، وائل جمعه ما بيخافش في الفريق من حد الا من رامي ربيع، قال لي ما بخافش من حد الا من رامي ربيع. في الراحه والجايه عمال يقول له يا وحش يا وحش. ده انت لسه شفت حاجه، ده هخليه يحط صورتي في البيت عنده. لا لا ربنا يكرمه ان شاء الله والله ويدي له الصحه بجد، يعني احنا محتاجينه جدا، ومدافع بجد صلب، ويعني الواحد بيستفيد منه يعني غير بعيد عن الكوره. لا راجل جدع معايا وبيقول لي نصايح، يعني دايما معايا في كل حاجه، يعني ربنا يكرمه ان شاء الله. نفسك النهارده مع وائل في في, في قلب الدفاع؟ لو بنلعبها في الاهلي ساعات، لما كنت مع مستر مانويل جوزيه كان بلعب انا وهو جنب بعض، وكان نجيب جنبينا وبلعب ليبرو ساعات، فكنت متعود انا وكابتن وائل مع بعض، وحتى هو يعني ما فيش قلق ما بيننا. بس لسه برضو ده ماتش قطر برضو، يعني كان مباراه وديه، يعني الواحد لسه يثبت نفسه في ماتشات اقوى من كده بكتير، لازم الواحد يركز فيها ان شاء الله. في بطوله الامارات اللي احنا رايحينها دي في فرق قويه، منتخبات قويه طبعا، لازم الواحد يركز اكتر من كده ولازم يعمل اللي عليه، ولسه دي بدايه زي ما قلت. في الامارات ما فيش امتحانات؟ انا هموت واحضر امتحانات. لا والله انا كده خلاص هتعيد. خلاص شكرا. انا اجلت، كان عندي الملاهي اللي هو امتحنت امتحانه، في امتحان تاني ما دخلتوش، هاجله بقى السنه الجايه، بس امتحانات بقى هي تانيه. عوض عليك ربنا، عوض عليا ربنا. بابايا ومامتي موتوني في البيت، ربنا يستر. سنة كام؟ انا في تانية تجارة عين شمس. تانية تجارة عين شمس؟ اه. لا شكلك هتخليك في تانية كتير. كتير ده خلاص كده هسيب الجامعة. لا انا احاول برضو على قد ما اقدر احضر الامتحانات، طبعا الامتحانات مهمه جدا بالنسبه لي، يعني الواحد طبعا لازم يوفر بين هنا وهنا، يعني حتى لو الكوره برضو الواحد ما جات له اصابه زي ظهري دي ان شاء الله ما تتكررش تاني، يبقى الواحد برضو في دراسه جنب الكوره، يعني الواحد يقدر يعمل عليه ان شاء الله ويبقى احسن من كده باذن الله. انا يعني عايز اقول هسيب رامي ربيعه لان هو هيجري دلوقتي قبل ما الشوبنج يخلص، يا دوب يلحق له نص ساعه مع العصابه اللي مشيت من شويه. سابوني ومشوا سيد حمدي وجديد، شكلهم جريوا بقى على العصابه. اشكرك رامي وكل توفيق ليك، واحد من نجوم الاهلي الصاعده الواعده وايضا من نجوم منتخبنا الوطني، ودايما كده تبقى عند حسن ظن الجهاز الفني سواء في الاهلي او في المنتخب الوطني والجماهير اللي موجوده في قطر كلها والموجوده في مصر. ربنا يخليك يا مهيب، وسرنا بقى يفضل مع بعض اللي كان في اليابان باجي لك الاوضه فيه بقى. ماشي حبيبي يا مهيب. كابتن تامر كابتن خالد، احنا هنا في لقطات حيه ومباشره من اقامه منتخبنا الوطني، يمكن زي ما احنا شايفين من اللقاءات فرحه كبيره هنا سواء من الجماهير